صابون اي 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 سوي لها رجلها ستي مو قرقم ما تقعدي اذا قعدي مو قرقم ما تي لا والله شاقت والله شاقت والله شاقت والله والله بكم بقناتنا شلونكم اصدقائي ان شاء الله تكونون بألف خير وبهذا الفيديو سراوي الشيطونة اجتنا فكره شيطونيه مثلها اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد طبعا الفيديو اليوم قررت اسوي انه مريم تكون عجوز اليوم كامل تلاحظون ايش راح يصير بينا يعني اذا مريم صارت عجوز ليوم كامل ايش راح يصير طرق برا البيت اذا انتم جديدين على هاي القناه تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس لين ما حد ما يذكركم بس ثاني السرعه مريم وين امشي خلينا نروح نصدم مريم ونقول لها مريم ونقول لها على هاي الفكره نشوف شنو رايها راح تقبل او لا الله ليستر وين هي وين ما شاء الله ما شاء هذني من النيابه العابك اقول لك حبيبتي مريوم احنا اليوم جيناك بفكره كلش حلوه زين ما تنسى شنو ها لا تنومهن تنومهن اي تجيتك اليوم انا بتحدي خير ان شاء الله شكو نايمه ها اسم الله العفان اعتذر اقول لك تعال راح اشب صوت ناس اقول لك حبيبتي اليوم انا وماما جيناك بفكره كلش حلوه وانت راح تحبيها ماما تقول انه شنو رايك تعيشين ليوم كامل انت عجوزه ليش ليش مريم اي اصيرين عجوز على اساس انت امنا الكبيره وتلبسين الثوب والمناظر مال العجوزه وتصيرين عجوزه ليوم كامل شنو رايك والله كلش حلو اني اشوفه شنو رايك واقفه خلي تفكر اي ايش تسوين ايش تسوين شنو ودك انت تفكرين بس انتبهتي على شغله سراء انه هي وافقت وبعدين دا تفكر هسه شنو احنا جبنا خلينا نشرح لهم الخطوات الاولى بسم الله جبنا هاي المكياج جبت هذه بطرة على مود اقلب شعرها يصير شيب ما ادري راح تفرقي لها من النص لو قفله تنزل من النص من يوم ايش راح تطلع نفس مال بيبي جبت لها هاي الله الله ده شوفين الشغلات كلها راح اسويها بيها شو تقولون انت حصير ترهم او لا انا اقول راح اصير وانت تعرفين بهاي السوالف مال المكياج سرى بلش بمريومة بشرتها قامت تتغير والله سرى ده تلاحظين انت هذا الشيء لو بس ثاني ما اعرف احسها قامت صدق تتغير بعد وراك حجاب وبعد وراك الشعر مالتك راح تطلع صيه تخيل شلونك خيه يا ربي شلونك يا وليدي؟ انا نفسي شبيبي راح اروح اطلع علي وين تطلعين وين؟ اتمشى شويه يا معجوز يما العجوز حتتمشى العجوز مريم راح اشوف لكم اياها باللقطه الاخيره سرى شو تقولين؟ اي خليكم وظلوا تابعوا الفيديو للنهايه حتى تشوفوا ولازم يخلون لايك على هذا الفيديو حطوا لايك حتى اذا عجبكم الفيديو نسوي بعض غير شغلات صارت ام صارت خاله صارت عمه او سرى صارت او اني صرت تصير مثل المراحل عرفت شلون؟ لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس ما حد يذكركم بس مريم مع جاهزين تشوفون بيبيتنا زارتنا لو لا واحد اثنين ثلاثة يما هلا حياك الله بيبي الزميه سرى الزميه حياك الله بيبي حياك الله حياك الله حياك الله هلا يما بالحجية غير تحطي لها كرسي سرى غير تحطي باع القعدة عجوز يما 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 والله تعال مزوجين وعايفيتش وحدك اي وديت البيتكم حتى عايفيتهم بالبيت يا يما يا بيبي حياك الله بديرتنا بيبي كل الهلا كل الهلا كل هتي يا بيبي لا تبكين سرى لا تبكين يا بيبي هاي يما كبرتي والزمن تغير ايوه تغيرت وجهي تغير يا عمري شلون راح امشي زرموني الزميها يما شوفين عجوزه شوفين يما فدوى الوجه شو اشوف الوجه يما فدوى وجهك روحي اشكرك وليدي اشكرك وليدي اشكرك امشي امشي للهول بعد فيلم فيليمان يا قاعد العجوز سرى سرى قاعد العجوز سرى يا عمري يا عمري يا سرى يا عمري يقوم توجي اتوجه العوتشيه بسم الله قولي
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مناظرها ما تشوف مناظرها مناظرها اي امه ايش عين تزحلقين ذيك الساعه وقعدتك ومرتي وقعدتك ليش توقعين بيبيتي ليش توقعين ليش توقعين بيبيتي عليك انا ما حسيتها روح اختك لا اختي لو مرتي ماشي عيني وقعت مره ثانيه انكسرت العجوز انكسرت العجوز يما وين الطوجي وين الطوجي يما على كيفك يوم على كيفك يما حمود من الضحك يما ما تشوف المناظر ما تشوف المناظر سرا غير تنتبهين يا عبد هي قصطني مو هي وقعدتش قصطني احنا عدنا العجوز تحكم أيوة. تنتبهين عليها وديرين بالك عليها ومرتين وقعتيها خزيتينا وقعتيني اليوم لحصر قلبي أيوة. بعد ما احبك ولح اروح لاهاليتي يما اسم الله يما يما يا عمر بوس ايدي اعتذر منها اعتذر منها اسفين سامحيني حبيبي ساقولها تمام يما فدوى لي وجهك تمام بيبي مرتين مرتين ليش وقعتيها مرتين يا ظالمة يا ظالمة ما تحبيها ما تحبيها بيبيتي ما تحبيها والله ما تحبين بيبيتي بس هي دائما تحكي علي تقولين يعني زينة هسه هي لو مو زينة يما يدها ترجع سووا بامية قوم سووا بامية قبل الدوران بامية ايش مدريني تحبين كل يوم هيك يعني سوي تغيير شوية مو بس شوربة تغيير يا عمري حبيبتي بيبي هذا النبا هذا النبا هذا النبا زرنستله جيل سبونج بوب ذولا يا عمري خامة مثل جنت قعدان على النهر انتن وتطبخن على الحطاب والله وكليها وكليها يا لما تستحين وقعتيها مرتين كسرت ظهرها اي جبت لها دواء جبت لها الدواء مالتها وراح نعشيها راح تبقى يمنا 3 ايام ضيافه باليوم الرابع كلها قزبه كل الهلبيس كل الهلبيس بدها تاكل شرا حبيبتي حياك الله بعيوني ونبي ايش بيتي شو ضايجه قولي لي رشيت وين بديكي والله ماي يا مارا جدي مو ميتان قلت لك علي ايش دا تسوي النساء قامت تبكي ذكرتي ذكرت الحب مالها تحبي اجي والله جريت ابا وسوي يا ما فضحتنا جات انا تتبوس شو اسمه صقبان نسيتي صقبان جدها رجلها صقبان اسمه يما هلا بصقبان وميت هلا لا تبكين علي لا تبكين بيبي لا تبكين يلا قومي اغسلي اغسلي رجلها يلا زعلت ها ماي احنا نجيب لك ماي انا خفت على بعضي لا لا رحمة خفت على بعضي لا ما تعبانين كليتنا لك والله ما تعبانين لا والله ما تعبانين بس تقعدي بس تقعدي انت عجوزه تقعدي هسه مو قرقم ما تقعدي اذا قعدي مو قرقم ماتي لا والله شاقه والله شاقه والله شاقه والله شاقه يصير عمرك 101 تقبلين نسوي لك عيد ميلاد والله بيبي والله وليدي ما يصير عندي عيد ميلاد باعي وص وجهي باعي وجهها يا عمري احنا نبقى نحبك حياتي يا بيبي هسه رجلك ارتاحت هسه على المي الدافي صابون حطي لها صابون صابون اي 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 سوي لها رجلها ها ها بيبي ها عيني على كيفك احنا نقومش على كيفك لبسيها الرفطة ماك احد بالبيت بيبي عيني ماك احد يلا فقول ربطك تري وين تريدين تروحين للحمام فوتيها للحمام سرعة سرعة بيبي تعدها فلوس ضامة ضامة فلوس ولا تعدها فلوس وما دي كل المهن سفاري باعت شيس الحالة تبنيها يا يوم خاف باخذتها من عدنا لا لا ماس باعت قدها فلوس وتشتفل تعدها سرعة سب الفلوس ها بيبي مستلمة ها مستلمة الفلوس ها شلونك يا عمري ما دواها بيبي ما دواها ما سمع ليش حطتها بهذا الشيس ما عندك جزدان ما عندك
اي ام مال عمري شرب دواش بيبي. شلونها مرتي عجبتك مرتي؟ والله زوجك واحدة ثانية. ازوجني واحدة ثانية؟ اي أيوة والله اي أيوة والله زوجيني واحدة ثانية. اي أيوة والله يا بيبي. انت تشربين علاجك وايحة ومريضة وتدوري تجيبين بيض غيرك مو عيب؟ ماني يعني بس رب العالمين يشوفني ايش قد دارتك بس. لا تبكين دموعك غالية. وين زوجك انت؟ اي الله عوفي مرة كبيرة قرقوم عوفيها. يا الله ايش عيني اشربوا دواشي ما بالعافية. اقول لك ليش انت لا عبالك اتخذت حرام عليك حرام عليك. اقول لك عيني ترى هذا بس ما اسمعيني اسمعيني ترى هذا كان فيديو اتخذتينه حاصل فاصل زين اتخذتينه فاص حاصل تسعين صراحه انت شنو انت يا عجوزتي انت كنش انت بيبي خليك لها بس خليك ترفع راسك انت تقعد من هنا تقعد من هنا عجوزي شتي بس خلي اشوفها شوف الله طالعة جنج فارة يا عجوز انت يا عجوز انت دمشي منها دمرتينا دمرتينا كل ساعة تعالوا تعالوا خذت اخسلوا لي رجلي وما ادري شو سووا لي تعالوا ناموا يمي اقول لك ما علي عجوز عجوز شنطاء انت شنطاء الشنطاء نفسها انت زين انا وصلنا لنهاية الفيديو والله العظيم الفيديو كلش حلو كلش تونسنا بيه وبالاخص مريم لكن دقيقة 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 لكن انا سويت هذا الفيديو سويته كأنما مثل الفيلم الكوميدي عرفتوا علي شلون ومريم جابت الدور 100% حبيت قبل كل شيء انه نطلع من الشارع لكن والله العظيم الجو عندنا مطر وبرد الجو عندنا بدا يتغير سرعان جانا الشتاء يركض لان انا وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبتكم هيك فيديوهات قولوا لنا حتى نسوي لكم سلسله بالقناه اشوفكم الفيديو الجديد لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس مريومة تستاهل لايكات هواي على هذا الفيديو طول عجوزتنا هواي لايكات مع السلامه